مندوب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، راعي المهرجان معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة والعطوف الكرام، ضيوف الأردن الأعزاء من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة، الحضور الكريم. احتفلوا اليوم معكم بنجاح قصتنا الأردنية مع تمور المجهول، ونعتز بهذا الاحتضان الأخوي الصادق من دولة الإمارات العربية المتحدة. مندوب جلالة الملك عبد الله بن الحسين الأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بقيادة رشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وأخيه وشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم عاهل المملكة الأردنية الهاشمية حفظه الله. أنقل لكم تحية طيبة هاشمية مباركة من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، راعي المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية. الفائزون في مسابقة التمور الأردنية بدورتها الثانية لعام 2019. الآن بتكريم الشخصيات المؤثرة في قطاع نخيل التمر بالأردن، نستثمر فرصة هذا اللقاء وهذا المهرجان للقيام بتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون. قوم الآن مندوب راعي المهرجان وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة أمين عام الجائزة للتوجه لافتتاح معرض التمور الأردنية.